احمد عمر طارق وليد صلاح. وليد صلاح خدع نفسه كويس وبالعرض وهوبا وجول وجول وجول. برافو برافو، جول جميل قوي قوي قوي. وليد صلاح بسيط، احمد صلاح حسني. اذا قلنا وليد صلاح برافو ولا احمد صلاح حسني 10 على 10، عمل وخدم وقدم على طبق من فضه زي ما بيقولوا، وعمل كوره حلوه قوي قوي قوي. احمد صلاح حسني عملها كويس، وليد صلاح احرز الهدف، الهدف الاول، ودي تعليمات الكابتن جوهري الشادي. راح نشوفها مره ثانيه اللعبه. طارق سعيد هو اللي ابتداها من الاول، وادي احمد صلاح مجهود كويس ومديله وثقه. هنشوف بقى رقصه ثانيه هنا ازاي، رقصها اهو في يعني في ياردر، ولعبها بالعرض بثقه جدا لوليد صلاح بسيط اللي حطها في الزاويه البعيده. دور ملعوب ومرسوم وجمله تكتيكيه رائعه جدا. 1-0 لمصر. روبا ميريس عمر شادي قصيره وشا وجول 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 وجول. مش ممكن، غلطه كلفتنا كتير، غلطه كلفتنا كتير قوي قوي. اللعبه نمره 11 اوبر اندروس 1-1. اوبر اندروس الدقيقة 35 اهو، هنشوف اوبر اندروس. امامية عالية طويلة يرجعها عماد النحاس، وهنا تقدم وشوطه جامده. والله وجول، والله وجول وجول. نمرة 10 او راجع كريستال ماركو، 10 كريستال ماركو في الدقيقة 10. كريستال ماركو 2-1 استونيا. اهو هنشوف من 35 متر تقريبا، ما كانش متوقعها خالص حسام الحضري. 2-1 راجع اهو راجع في الجول تبديل الاولاني. نمرة هندس يلا يا جماعة. وعندنا الزحلقة، الزحلقة هنا رامي سعيد. عبد الرحمن جاب الجول الثاني لمصر في الدقيقة 17. على ستيت خدع حلو والله. وجول وجول جول نمرة 9 بيكما كريستن، بيكما كريستن في الزاوية البعيدة في الدقيقة 43. 3-2 لأستونيا. راح نشوف لما اهو لما جامدة جدا عماد النحاس وفي الزاوية البعيدة وحطها كورة جميلة كده. رجله الشمال. وهنا اللعيبة تبعد على مسافة 9 متر و 13 سنتي. وعمارة بيغفلها للزاوية. وجول 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 أحمد صلاح حسني. أحمد صلاح حسني في الوقت بدل الضايع. يبقى برضه بنفس التوقيع محمد عماره احمد صلاح حسني. ده محمد عماره هنا اللي بيطلع يعمل الايه؟ الاوفرات الناحيه دي، المره دي من ناحيه اليمين برجله الشمال، اوفر جميله جدا. احمد صلاح قاطع وجاي جول التعادل لمصر 3-3.